قرار رقم، وده قرار تاريخي كمان، قرار رقم 446 لسنة 2011 صدر في أكتوبر 2011 بتعيين قاضيات في مجلس الدولة. كويس؟ من اليوم ده، من اليوم 3 أكتوبر ل 3 أكتوبر 2011 لبكرة 5 مارس 2022 إيه اللي حصل؟ يعني القرار صدر، إيه اللي حصل لحد بكرة؟ ما هنلاقي 98 قضية على منصات مجلس الدولة. خلونا نستمع من سيادة المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة. سيادة المستشار أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا دكتور، إزي حضرتك؟ يعني غدا غدا يوم مختلف إن شاء الله. والله يعني ربنا يجعل أيامنا كلها فيها مزيد من التطور والتقدم والارتقاء إن شاء الله بإذن الله. طبعا هو بكرة 5 مارس، وأنت سيادتك عارف شهر مارس ده بالنسبة للمرأة المصرية شهر مختلف برضه. صحيح. يوم صحيح. المرأة وعيد الأم وجلوس القاضيات بعد انتهاء التدريب بتاعهم. أنا كنت عايز أعرف وصلنا لهذا اليوم إزاي؟ يعني المراحل يا فندم من بعد قرار التعيين، يعني اتدربوا إزاي؟ وأول ما السيد رئيس الجمهورية ما أصدر القرار في 3 أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية، هم ألحقوا بالعمل وتم توزيعهم على الدوائر المختلفة في هيئة مفوضي الدولة باعتبار أن الدرجة الوظيفية بتاعتهم ملائمة للعمل في هيئة مفوضي الدولة، ودي الهيئة دي جزء كبير من القسم القضائي في مجلس الدولة. تمام. هيئة مفوضي الدولة بتقوم على تحضير الدعاوى قبل وصولها للمحاكم، وإعداد تقرير بالرأي القانوني ودراستها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، عادة ما يكون هذا الرأي بمثابة مشروع للحكم في أغلب الأحيان. تمام. اتوزعوا على الدوائر عشان يباشروا هذا العمل، إلى وعلى التوازي كان متاح ليهم يعني برنامج تدريبي يعني متقدم ومكثف، سواء في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو في مركز الدراسات القضائية في مجلس الدولة، عشان يلموا بالمهارات القضائية والآليات العمل القضائي، ويكتسبوا الخبرات ويندمجوا مع زملائهم من الرجال في الدوائر المختلفة، عشان يبقى بيتعرفوا عن قرب ويتلمسوا طريقة العمل اللي هم مقدمين عليها. تمام. الفترة دي كلها اللي هي يعني أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، دي كانت فترة يعني يعني تجميع قدراتهم واندماجهم وتطوير آليات عملهم، لأن هم كانوا بيعملوا في هيئات قضائية محترمة ولكن طبيعة العمل مختلفة. صحيح. يعني سواء كان بتعمل في النيابة الإدارية فهي كانت بتتولى إجراء التحقيق وخلافه، إذا كان بتعمل في هيئة قضايا الدولة فالزميل بيتولى إعداد مذكرات الدفاع عن الدولة والحضور وتمثيلها في المحاكم. في مجلس الدولة بتتولى الجلوس على المنصة والفصل في المنازعات القضائية بين الدولة وبين يعني الدولة بمكوناتها مفهومها العام. صحيح. وبين المواطنين، سواء كان المواطن ده موظف أو مواطن له طلب من الطلبات أو حق من الحقوق. الخمس شهور دول كانوا فيهم يعني عمل وتدريب مكثف، الزميلات كلهن يعني اجتازوا هذا التدريب بنجاح واندمجوا في العمل وانطلقوا فيه، وغدا هتبقى يعني حلقة أخيرة من حلقات الاكتمال الاندماج بجلوسهم على المنصة في تشكيلات الدوائر والمحاكم المختلفة. يعني بعد الجلوس على المنصة فندم في شغلهم، أيضا طبيعة العمل، يعني بعد الجلوس حضرتك قلت لنا ما قبل الجلوس على المنصة. تمام. بعد الجلوس على المنصة الجلوس طبيعة على المنصة إيه؟ الجلوس على المنصة ده هي بتشارك في تشكيل المحكمة، سيادتك عارف المحاكم في مجلس الدولة، يعني ما شاء الله مفوض الدولة بيبقى جزء من تشكيل المحكمة. ويعني قبل ذلك كنا يعني حريصين على مشاركة المرأة وجلوسها أيضا في ضمن مساعدي القضاء كسكرتارية وأمانة سر المحاكم. الزميلات القاضيات الجديدات بيجلسنا كعنصر جزء من تشكيل الدوائر والمحاكم المختلفة.
العام القضائي الجديد أكيد ستجد منهم بحسب السن، إذا كان سن الجلوس للفصل في ذاته اكتمل بالنسبة لهم هيشاركوا في دوائر في المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية حسب درجتهم الوظيفية وحسب اللي بيبلغ منهم السن اللازمة لتولي القضاء كما سيادتك تعرف يعني. صحيح صحيح. سيادة المستشار طه كرسوع بشكر حضرتك جدا، الأمين العام لمجلس الدولة.